للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة سامية حسين، عضو مجلس الإدارة ورئيس التسويق والعلاقات العامة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي. بعد التحية، تم تخصيص جائزة العمل التطوعي في دورتها العاشرة هذا العام لتكريم الكوادر البحرينية البارزة في الصفوف الأمامية، هل توضحي لنا أكثر بخصوص ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي السنة احنا نحتفل بالنسخة العاشرة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، وبتوجيه من سموه ان نخصص الجائزة هذا العام لتكريم الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية اللي طبعا كان لهم دور كبير ومهم في تخفيف من أزمة كورونا. هذا التوجه يؤكد على حكمة سمو الشيخ عيسى وتشجيعه الدائم ومساندة المبادرات التطوعية المتميزة اللي دائما يكون لها أثر إيجابية سواء كان على الفرد أو المجتمع أو الوطن. بالنسبة لكيفية اختيار هاي الكوادر، طبعا تمت وفق آلية معينة بتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية. هم يرشحون من طرفهم أبرز الشخصيات الفرق التطوعية اللي قدموا دور مهم خلال الأزمة، وتم بالفعل استلام قائمة المرشحين من قبل هذه الجهات، وتمت المفاضلة بينهم وفق معايير معينة من قبل لجنة مختصة. طبعا هنا يأتي دور الشراكة المجتمعية وأهميتها بين منظمات المجتمع الوطني وبين الجهات الرسمية، وأنا أحب أن أوجه لهم الشكر على التعاون وعلى الجهود المبذولة اللي يعني أحسس أن إحنا من طرفنا نسلط الضوء على هذه الكوادر اللي تستحق منا كل التقدير والاحترام. نعم سيدة سامية حسين، عضو مجلس الإدارة ورئيسة التسويق والعلاقات العامة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي، شكرا جزيلا لك.